ميكروفون قناة الأنيس يحط الرحالة بمدينة المشيرية ولاية العمى بعد مبادرة فريدة من نوعها عبر القطر الجزائري، مبادرة تطوعية بعفوية اقترحها شابين من مدينة المشيرية من أجل تثمين فكرة الحجر الكلي بمدينة المشيرية بعد تفشي فيروس كوفيد 19. احنا اليوم شفنا انكم من بين الشباب الفاعل بمدينة المشيرية، كانت لكم مبادرة عبر شبكة التواصل الاجتماعي بعد تفاقم وباء كوفيد 19 بمدينة المشيرية تحديدا، وشهدت العديد من الوفيات واحصائيات حسب تجولنا معكم في الفترة الصباحية عند احد الاطباء الاخصائيين الذي اكد وصرح انه ما يقارب 4 إلى 6 حالات يوميا خلال بعيادته. كيف نظرتك كشاب ان الفكره بدات من شبكه التواصل الاجتماعي، وما هي ابعاد هذه المبادره؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم، شكركم على هذه الاستضافه. هذه احنا كشباب حسينا بالضرر الذي يلم خاصه بالمرضى الذين اصابهم الفيروس، والعائلات والتعب الذي يواجهه عائلات المرضى، خاصة في البحث عن تحاليل الدم، في البحث عن الدواء مع ندرة الأدوية. ارتأينا أن تكون محاربة هذا الفيروس هذا تكون بنفسية كشغل احنا كشعب، احنا اللي نبادروا في محاربة هذا الفيروس. كانت الفكرة الأولية هي نديروا حجر كلي ابتداء من 20 جويلية لمدة 15 يوم. كانت هذه الفكرة هذه بدأت من مدينة المشيرية، على حسب ما جولنا صباحا لقينا نسبة استجابة ربما تفوق 40%، على ما حسب نشوفوا الصباح كي كنا نشوفوا مشيرية، واليوم كاين اختلاف ملحوظ باين كاع. الحمد لله احنا نتمنوا الاستجابة تكون بنسبة 100%، ونتمنوا هاد المبادرة تعم على كافة ربوع الوطن. وانا الطلب نتاعي كان واضح، يا ناس يا مواطنين، في وجه وليداتنا يدخلوا يقراوا، وفي وجه الشيوخ الكبار والناس المساكين اللي ما خدموش مع اللي ما خدموش وداروا الحجر وبالك راهم في اكثر من 6 أشهر ما داروا والو. انا قلتها ونعاودها، بمبادرة من ولاد البلاد والاطباء والمشايخ درنا تاريخ 20 جويلية، درنا تاريخ 20 جويلية مدة الحجر 15 يوم، واللي بغى يخرج ولا يقضي حاجته ولا في مهمة يدير احتياطات نتاعه، يدير الكمامة، يدير معاقم، ونشدوا وليداتنا الصغار شدوهم في الدار، هما تاني يلعبوا دور كبير في نقل هذا المرض. عرفوا كانوا بزاوز مساكين ما يعرفوا والو ويلعبوا برا وكل شيء. وحاجة واحدة أخرى، طائفة تانية واحدة أخرى عن الناس، هما الناس المحتاجين. انا كنت متطوع الحمد لله، ودرت فيديو وعطيت الرقم نتاعي وقلت لهم عيطوا لي، ماشي عيطوا لي على اساس اني انا ساقوم باعانه 300 ولا 400 واحد. انا اقترحت فكره ووضعت الرقم الهاتف نتاعي، اذا كنت انت راجل صح وعندك مبدا الرجوله، ما تعايرش الناس في الفيسبوك وتعاير الناس المرضى وتستشفى فيهم وتقول لي انت كنت تبكي كما المرأة. انا بكيت على الوالده نتاعي، بكيتش على غنية، ما بكيتش على وحده عايره، ونبكي على الناس اللي غادني الحال عليهم. بس سمعت صراحة، سمعت انتقادات بعض الناس اللي قال لك كيفاش تبكي وانت يا راجل وكل شيء. انا صراحة نقلت معاناة اللي منهم انا ولد البلاد الحمد لله، ونعرف بزاف ناس يحترمونا وتبادل الاراء فيما بيننا، ولكن باش نوصلوا اننا نسبوا بعضنا ولا نعيروا بعضنا في بعض التعليقات، لا، لازم تكون هذيك التعليقات مطبقة، اللي هي نوقفوا مع هاد الناس القلاليل، الناس اللي قهرتهم ظروف. والإنسانية تهتم بمراعاة احوال الناس، بلي من احياها كانما احيا الناس جميعا. انت اللي راك تنشر في الخير، وانت اللي راك تعاون في الناس في الخير، راك رايح تحيي بزاف ناس، وانت الانسان اللي راك تدور بين الناس وتنقل الوباء، اذا حسابك عند الله عسير. رساله اخيره لمتتبعي تلفزيون قناه الانيس حول هذه المبادرات التوعويه وربما في جعبتكم الكثير. نقول لهم مرحبا بمن يؤمن بان التغيير يبدا من الذات ثم من البيت ثم الى المدينه،
مرحبا أيضا بمن يؤمن بأننا إذا اجتمعنا نقف وإذا تفرقنا نسقط، ومرحبا أيضا بمن هو مستعد لبذل كل ما بوسعه للمساعدة في انتشار الخير والفرح والقضاء على هذا الوباء. إذن ثقتي في أبناء مدينتي المشرية كبيرة، وفي رجال الجزائر كبيرة جدا، ونعرف باللي أمة سيدنا محمد فيها الخير، والجزائر بلاد الخير، وولادها صراحة يديروا الخير. بسم الله، قلنا نتمنوا هذه المبادرة تاع لو كونفينمون توتال اللي قاموا بها الشباب في ولاية النعامة ودائرة المشرية، يعني نتمنى إن شاء الله تجيب ثمارها إن شاء الله، وتتعمم إن شاء الله في الولايات المجاورة. والحل الوحيد لمحاربة هذا الداء يعني القاتل هي الوقاية. يجب يعني لو بورت على لا لافافيت تاع لو ماسك، لا ديستانسياسيون سوسيال، و ليجيان لو لافمون دي مان، و يليق ايفو ايفيتي لي راسومبلمون، الاعراس، التوافد الى الجنازات. يعني نطلب بان المواطن يكون واعي، واعي بخطورة هذا الداء هذا، وتبقى الوقاية هي الحل الوحيد لمحاربة هذا المرض. الله إن شاء الله يليق إن شاء الله الدخول المدرسي إن شاء الله يكون في الموعد نتاعه، وخصنا يليق فوق لا سيتياسيون سانيتير يعني تكون مهيئة لتحضير هذا الموعد هذا، وثانيك لمحافظة على صحة آبائنا وأجدادنا، وهذا ثانيك المتضررين من خلال الكونفينمون هذا. يعني يليق اليد في اليد، يليق التضامن الاجتماعي، ونتمنى إن شاء الله كل التوفيق لهذه المبادرة إن شاء الله، ولكل هذا الشباب إن شاء الله، ولكل المواطنين إن شاء الله. بلادنا صراحة نفتخر بكم، الحمد لله اليوم شفنا نوعا ما استجابة للمبادرة اللي درناها منكم، خذنا اللي هي الحمد لله مبادرة في شقين، كم باللي مثل هذه المبادرات راح تكون كاع في الجزائر الحبيبة. تحية إسماعيل كلالي، تحية عبد الله صادوق، السلام عليكم. من ميكروفون قناة الأنيس، الأخضر سماعي، ولاية النعامة.